ملك محمد بانو أصحابه ينوس كجلاسه ألا يعيسك إن هل كن مرن الكه قابسيا وين إسلح قلك يا خل وضاس يا إخواني غضب كان كمري وحوها أجمدا لبك يدج جايس يا جان وين لبك مرك يدج جاي جيان حن في لي حديث النبي وها إنك هالسيح دوانا شيطان كل لابتو قصف ولا مرك يقصص أعطيك برد مرك لافتنا قارك دمبو وقف ولا ولبك مرك يدج جيو وحن إيم بدل سويدين شرني هو هدي اللي يدير رجو دمرك هيجنا محلو دمرك ونرجع هيجنا من السؤال سويدين مثلا هين محلو دمرك مرك هدرك إيش قا كوس إنسان فوري محلو يدير أصلا نخري يمان كوجاد waxaan ku ogaaday gabadhu markii fadhido ama taagan tahay nin aragto hadda haddii ninka wada fadhiyaan aadifada iyo shucuuraha dareenadu maadaama aad ugu weyn yihiin xagga gabadha in xarakada kasta iyo talaabo kasto ninku uu qaado ay qaab jinsi u tarjumato yaani inta ninku uu kaga fikiro gabadha in lamida inay gabadhuna ninka kaga fikirto laakiin bi af'ali la bi jismi habda qannadiisa sidoo dhaqmi gada taad inana ay isjecel yihiin adag taad inanka maxaad ku jacasha waxa koonaysa u dhaqan wanaagsan yahay wa kan wa rahim wa af'aashi dumar ku jacalaadaan ragu waxay jacalaadaan jirki wa farqiga inoo dhaxeeya wadaalik baldoodi labadeenaba maxay arag laabo si aynan inaguna jirka u weegin iyaguna aanay af'aasha u eegin khalwada iyo inta soo aayadood inta la soo koobay ba maxaa lagu soo koobay isdhexgalka bulshada dagaalka bulshada sameeynaan maqal bulshadu waa afgabaats hablo su'aal baad weydiinaya ma idin ku jirtaa inaan ka raaliya aabahay inuu toban islaamad dhex fadhiisto ma idin ku jirtaa inaan ka raaliya hooyadeed inay toban oday dhex fadhiisato waaridu kuna sidoo kale waa maya soomaa bulshada leeyo sadex gala sawaayo marka waa inaga wadan yar waa wiilasha iyo gabdhaha sharafti ciisiga kale ee halka kala fadhiya way inaanu sadex gala maxaynu uga baahan وحبا حين قمقنا وحبا هدو غف قدونا يعودوا حرير لسا مايو آير بوسيرو قاروان عدنو قنو لسا مانكرا وترفق وذا سكوان حريري كرا سكو قورسان كرا محاين انو سبحق اللو دونا يا لأن مركات كرسي فرده كرسي قادو انا تكو فرده انو كلا فرده وي اما انو كلا فرده وي كسا مين دوان تاي مركات قار كاقا وفرده وايو وحين انو هاي مينس يا بلاس مينس يا بلاس انو مشل كو كل ماان وي waxaan oodhanno loo hamidiglay isdhexgalka bulshada bulshada isdhexgalka waa in loo fududeeyo hablaha weena leen suuq loo fasaxo waxaan oodhan maxaa loo hamidiglay in sanad iyo fawaxishtii xumaantu inagu dhex baahdo inagu maxaa leenahay mid baad arkaysaa qof weyn oo professor oo aqoonyahan sheegana inay isdhexgalka bulshada dhexgalka sawaayo ku darsada dhammaan dhalinyarada kaga dooda facebook iyo meelaha bulshada weena isdhexgalaan oo hablaha ay maqaaxiyaha iyo meelaha lagu sheekaysanayo tagaan hada hablaha looma diidin إن أنت مقاحة تغان هبلو وضا فريستان وضا قريان وضا شاكيستان عدنو مدين لكن إن أنا نيان إن أفقي الكاسي تسامي لدين واي لما أنا اللي يرد السيدة أكو دوتا إن أنك استعنتو ولالشي قولكو صوحري أيوه يدي كورو هو يهدي كوري جنتا كالوصو بحديث وشي من قورا عيا أذيك نوحي دوانا ينتو كوكي هدو مقاحين وكلا فريستو مر بالكا قصر كاقل لقيد يستو عدالد مين نغان ساساس ننك كدو دايا إسرحقلك بلوشادة وين إن أنت هبلو إسرحقلان الأول وين ولاش سوك حيا ميسك كانا يتنو ولاش إن كرسي على فريستا سنو نكلا ولاش كرسي على فريستا هذه هي العدالة ورسام متساس وين استحقلك بروشدة مركز دم بعد مغشان واحد قال تاني إيه تهايون خلودي دين تنو ينودي دي إلهي لبعض آيودو يسكو حيجين روك الأمر أي هدول في الصدى مؤمنين تي إلهي سك جود بوح أمر يا أيها الذين آمنوا بالله هذا أمر جود بالله السيا لكن مركز محل السمي لبعض آيودو يسكو مذا أو لبعض بلا بعض أمره كل دول اللي نقول سنيا لسكو ست وقول للمؤمنين يقضوا من أبصارهم حسيتوا سوق حجة وقول للمؤمنات يقضون من أبصارهم أهمية الذي سمعتان وين سلامكو مشكلة ده سدود أمم عالي شيء ومدوية مشكلة ده مركي تانية مشكلة ده سوق رأي سلامكو مدوية لكن واحد دوية مشكلة ده سوى ذك استيكو إيمان يسوع سنو واحد يسوع واحد عارف معه حقيقة سوى بلا منتها إلا يسركو لا وضح هذا تلفون هذا لك أنا قاطو ما الله يرشى كيستو شيء كده يربى ده تو دركي يجركي قشو يربى ده تو الله كل مو بعدين
سندو وفعل كودن بيردع انت لو دمك كسو هرسا البابكي كوباد كبلا من سيبا لين دخنا مخالي نيدي وقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقول للمؤمنات يغضوا من ابصارهم اسلام كو وحد جويا مشكلته اثر كده وحكي كسو بلا ميس قدب كانوا اسلام فهم قدب كخيغا تقال كيرب حنتين كو جيرنا سميدنا نكون وحل يهدو افلاغادين امكادان قفل كان فديا ويلا ما غبد كول هدو ادب درنت وقولن باتا ما هذا الكلو ترجمانيا افلاغاتو قف قال سادو يدلو إذا ما قدرنا سوما حق بيقول إنه ده في شيء سوما سمعنا المقال مهمات رأنا هدي آن وأفهمان يعني مهمات أفلق جديد ين ده كويحي عدون تات كتر هذا ين وحي عدون تاش شكته رجلو بحيوا محي حرية القول حرية القول بلد واحد عدون تضرب إنكرت وين مركن هو يدا هرت هذا وحكي كل شيء كان عايو حرية القول إن الله يميك سارسا ما سوما سمينا نارق على دودة يحرية القول أولي بقولها الصحافة ده يكوك تاعي سمينا نارق وحلو دودة يودودة يان أنوحي أن دونك هالشغل عرض جاك يشرفت هذا أن مالك قدعه هاي لها الحرية بانه هيستا هدي أي تسهير قشوة أن ما أنت سمينا الناس وكمان نورين هدي لما مال مريه شرع جاه حرية القول سيدو كلنا وين لما مال مريه شرع جاه حرية الفعل عمرك وقفك هو يلا وحكس من يقول هذا إن أنك يكرسين كرول شرعية لأن هدي أنا وفهمان كعني محمد أفلقاددي يا عيدي يا دردي يا دتك كلا عرض جودة إن لا الدروع أو حلاقة شيء جام حلاقة دجا حرية القول وين كده جنانت الدين قف كونه الدين كم وقت إنه تين الحجاب أنتوا عصرو أنتوا شتى كذا قرصتو نكو إنه حشمت يدين كم وقتو أرجل إنه بدل ما تغنن حكشر ما شاء الله عليك حكشر وقف كسب حكشر بالقرناي ما نبى ما نبى كنال كم حنكوس قرنية وهول بيجوا يرسمي مركب مدمع الماء وذي كم غنانايا نبا يوسف قري ورا أبتح حكشر نبدا ذا نكرر سنين الله نوع كل نيو لحد يوسف فين سنين حكشر هاي الإسلام بس يقول دقن تبي يقول الإسلام كان نقوم نقولنا هاي سنين ردينا يقول دقنان هذا سمارة تان وين الصومالية مع زير ربع وقبل هاد الدكان ذي مركنو في رسالة ما أنت مركز ديني كام وقته وحلقوق هذا نيا حكشر وين أدوك عندنا حد حاد مية شرتان والأدوك أنا ذاك السامح لي هذا حد حاد هذا مسلم تام عنيد وحوي مسلم بات وحي إلهي حلالي وكو حلال وحي حرام تنمية وكو حرام آيدي سوق أبو إذا قدر الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار مؤمن مركها تام عنيد وحوي مسلم بات قال كوابن عبتي أهل الكتاب يو أهل البدع يعدوا بسودك وابن عبتي حق تشير بات واي كم رحت كاهي مرح الحاد با حق تشير واي يعني الإسلام كون عبي عد السحافة رح الحاد وصمينا المغلب وحليا سحافة رح الحاد من شرطه سحافدو وحي قد بساعدك عندك هاي ساوحي يا أمي سنتها أنا سو يوتيوب ملي دار حد ما من إسلام أبا ناي إسلام نيمان كو قد بيها يفكر كي إسلامي قا واحد حد ليها مجرى سو من دنالك تفيد مركز حيسين يعني ده دان تيفي ورر حد حد كداو واحد حد ليها مجرى حق جرنا ونكو أماننا إن مدينتي نكو بقنا واي دولة ده أهلاغا ما أنت محالي هذا دولة ده هرومري ألا يأس دولة لها هرومري سلام هرومري متشرو سلام دولة سلام الله دولة لها هرومري ما درت مودي تركي وكل اسمه ولاكسي هي أكو هرومري بدين يرو مرك الله عاجو ماليزيا وده ما ده سلام كله فرست إندونيسيا ما يبي إن ده تكود لأنه عن ما كف غير سيني هي لكن هدي هرومرك وأي تاير اسمه يا عمرنان يا قروف يا بلش يا ببلش لما كان يدبر دعوة هيك قارن إنت ده تكود مردان أي تذكر لقح من تيار البضاعة تولده قالبه تولده قالبه حين كده جنبي تولده هرمري سمار تام تقال كده بحنت تبتنا إيه يجي قالور نبى نشخ بحال تبتنا النجا يو حين هاي ما أنت إنجليز كله بتقوله اسمه دورة سمال لان دورة إنجليز اسكو سبعة دقها الله يسا هذا روح يسولو ما وعي كيف وكان شاهد دين توقف كونه دين كيف كان هذا كان دين شيء عند الهيك قال اسمه بيبرجو روب حينا بيعشين إما كم حال هذا خير ما قال نمو المدني قف كنو خير مقال هذا البحر هو قال إسلام بلا نولان كرين دين تنو ينومي دين قال إسلام بلا نولان كرين بل قالوا حقوق هذا بدن بيلا دين تين مكانه محارب كهيرا كلا دقال من حقوق بدن بولي وين نبيت قليس هذا احترام تا ولا دور كاسمينين لا وين دولة ده كريستان سو مجران دولة ده كريستان وين يسهن شرنو ولي اتو بيلا نوحة سو كريستان ماها حين ولي قلس كدلين كريستان نيمو إمك محل لي هذا تولدي كريستن كاين نقاني واحد لي هاد تولدها خير قلبيتك خير قلبيتك واش سمعت
countries. مرينا هبابين إري اللي يلاهدو أف سوماليو أينو نغاني باتشرا إذير الحال لهذا وارد كده صدر عيو يرى هذا والدك يوم كل جسنا كريم وها وعي مرن هبابين وحلي هذا شرتي مرن هبابين تي ما أنت إرجع قروح البني إيك مرن هبابين حويا وددي هذا اللي ستي صح ذاكين اللي قال له عيو عاو بنيجن وتل كبال وقبت بلازا هدي أنا سوق شو قدي ودسان كقول هذا كاه بال وقبت كور وام مرن هبابين قف كي وددي صح ذاكين اللي ستي اللي قال له هي ما أنت حلو سبي إرجع قروح بدنه أم حي حقوق حقوق ذهب لها الدولي هو غدا لو دودي انا واتما وين مي سخاونت محل قال لي حنايا شرفت لي سيدي كرامي دي ودي صح دا اهي دي هيسي اي اللي قال لي خدي وي اري بحنت او قروخ بدن اي دغالك او قروخ بدن لين غلا غلي وا ميد وايهن سوتا دنيره بدن اي قادتي او واخ لياده اوبن مايند قف فرفرن ادونك او فرفرن اوبن مايند قال لي اسلام بلا دقم كره وي وبن ما عندك محوية سواء خريسيني مجران واه حرية بيليهين إياقا تورتي فراها اللوغا قادة وروحو نسكوات إن خايمين ومدعوني سحولو ده حرية بيليهين إلهي باكرا حسارت مدونا فراها وقا قادة تسميش غينسا دي نبي قلنا صلى الله عليه وسلم محوية ورقفك حمانك صوبحا كعام حكاية قبتو هديان وأوودين عربو حكاية قبتو هديان وأوودين وبن ما عندك هم نقدم يالي لهو فرنا سؤاله ونعكسنا أبن ماينر كا الله نبي نوح سلان سو مو قبي وين سلان تيسا سيكوي فحشي سمين شري كم يشل لكن أبن ماينر بايع تذكر محله جوه حساب يلا حرية بيلهين بايع وارك على يو وارك على مرتين مرة يسوي حد وثنتين سنة يبايع له محايا هاي قفر فرن تذكر كلك سو دوين سا ما هو دي اسمه دبام دينك الجلي نيكو بدبات إن لم رأته كانت من الخابرين لكن اللي هلاقي لهم حيل إذا لفت إذا بهلاقي كلام من غطى ورغاس مدين دا تتفرفرن نقد تدعين كان نقد ديتو انه فرفرنا نو وين امرت قال كل حقوق يحد بيقولي هي انه كل رقمين لكن ما رقم كستوخن انه الى هي باك حسابت مدونه انه فراك قاد وحنا ودن وحلو هم يدغلي هي ان انت مش لا ساعه وي هل قضبه مهمه مركا ان سو بندق دغال كره بخنت انت انغ لين نو ود بدن كده انت سنك تيجي هل قضبه مهمه دولتها يورو انت انا اسلام كو غادو حيستن دين كريستيان وي إسلام كو موقتنا إنجا إنه إسلام كو نسوق قارين إنتي أنا جزيرة العرب قارين بل مدينة إنتي أنا قارين كهرن ونجي نسوق قارين إسلام كو موقتي مركي بقى المقاضي معي وين يورب أولا نبدأ قال لهم أو إنت صوت قال لهم قال لي أو ما أنت إنت صوت حرام هذا إسلام كو قرر دراسية يكوي الآن أو دقال لي كلوزير درس سوق قاضي أو كل يافتة بقول إسلام كشني أي مسلمين إنه دولة دولة روما إنه دميني حين ما أنت إسلام كو قاضي الله وليش أشام كفكرتين هدي أدو في رسطان ووحي روبا سير أد رادد بدين تسلام كو قادن لأي وي إريبان دينو رانا ياب الوحن يدي نكسور دعا وفي رسطان صلاة محان يدي نكسور دعاي صلاة با كسور دعاي ميوحك لكسور دعاي صون محان يدي نكسور دعاي صون با كسور دعاي حج محان يدي نكسور دعاي معنى كانو إريقا سيلي ميوچرا غير يروب دين كريستيان بيستن دين كريستيان كو صلاة إيه صون إيه حج إنت بوي لها صلاة محالي هذا بري بري بالي هذا صون تمحالي هذا فاست صدقة محالي هذا شارد حج كمحالي هذا بيلغريميج وين إريغن ترمينونا تشيغن ياري بحنتن بري ساقو محلو يقالنا إنا تكني صدرة تقوصنين قمعالي إلى هذو عبار إنت اللي يردونو نوعو هاكن ياركن سالوات عبطول بح تمر كتبت هذا بري محان يدس كسور دعاية ورد مات فاستن وحيو يغانا إن أنت حوالها الدوح دالة لغا الصوامة ماها خضارتي عمتدك لها ووحي الدوح لي مراتا فاستن I'm fasting مسلمان هو الصوامنا محامر كمان يدس كسور دعاية خضارتي يتفاحي بالله انتي هلب كنبس كداي مراتا هذا بلقري ميشي حيش بان هذا قدس بيوسو دالحيس تشراني وطالحيس انه لكن محان نوتقنا عباد فالحس بالمودي مرات هذا شارتي الصدقة سوين واحد اسكب حيوم بوارك يا ودك الاسكع عاوي لكن قيمة هي نجا نولد ناس ما ينسوا أي أريج مركا مركي مسلمين تي ترجمي دين تي مركا أففك الجارد وترجمي خذ بك أنا يفهمين أيك جابي وحوها
in terminologiga islaamka ee ilaahay ku soo dejiyey ee salaad soom xaj zakaa sadaqa sidiisa ay u geeyaan waxay isku dayeen inay dadka diinta fahansiiyaan halkii ay salaad ku qoranayd ma waxay ku tarjumeen prayer ama pray halkii soo ku jirtay ma waxay ku tarjumeen fasting dadka kristanka ah ee yimaadeen caawba waxay u sharaxayaan sida loo tukanayo ama salaad u inaytay wax muhiim ah dadna waxa leeyahay when you are praying praying qofkan maxaa niyad iska guuxaysa intee radii doonaa annam hada goor misaa salaad islaam ee sumartan terminologiyada si intii leegihiin erey bixinahaasa waxay sababeen yurub ilaa aan diinta inay fahmi weyn sida awoodid bay inagii noogu fududaatay diinta inaan fahmo waayo salaad macna kale ma leh soon macna kale ma leh xaj macna kale ma leh inta walaal leen misla garan way hadii su'aal baan weydiinaya soo idin kuma oran marka aad difaac gasho xeerka labada dagaalku waxa weeyaan marka aad difaac gasho ee weerarka joojisa jabkaaga bilaabmaya sumeenan sunnigu ma nihin dadka liyada oral society bulsho afkanool weyn af soomaali sumeenihin hadii dagaalkii leenagaga adkaaday oo ciidamadii leenagaga adkaaday oo leenu gumaystay oo technology leenagaga adkaaday oo si walba leenu adkaaday hadalkina miyaa leenagaga adkaaday waa meen soomaa inagu maxaynu dagaal erey bixin waad eegsan yiin marka inagu lifteen maxaynu dagaal erey bixina waad eegsan yiin maxaynu erey kasto leenu kana sidiisa ugu qaadana buug la yidhaahdo mashruucii la dagaalanka nuurka waan aad idinku burniyo dhammaantiinnad akhridaan erebixin la dagaalanka erebixintaho aada u qurux badan maan ka faayin federaal waxa la sameyn doonaa arag federaalka xaguu inagaga yimi qurunkaas uu inagaga yimi wuxuu bixiyey federaynta deedna arkii marka lagu yidhaahdo dowladda federaalka soomaaliya aad markiiba ummad qurux badan yo midaysan lahayd dowladda federaynta soomaaliya marka lagu yidhaahdo xumaan baad malaysanaysaa sida awoodeed qiimihii maqaamka gaaladu agtaada ku lahaya afkaartoodi iyo waxay kuu dhiseen agtaada ku daciifayaan maalin barnaamij ka sameeyey qaramada midoobey in yarba comitiga wuxuu kusoo qoray qurumada midoobey waana qurumo midoobey runtiis halkaa miyuu fadhiyaa qof raalli ku ah qaramada midoobey iyo go-aanadeed iyo mashaariicdeed waa maya soomaaha yaa dowladaha yararayna haystaa sankay uga tunan yihiin inay qaataan waayo haddii ay qaadan waayaan muusehan meesha saaran iyo farmaajaan iyo waxaan inta laga tuunuunbaa farmaajiyo muuse kale oo haamay aan gelin in la keenaya waa intaa wuxuuba arma fahanteen marka waa qurumo midoobey maaha qaramo midoobey islaam baynu nahay wax alaaliya waxaynu ku leena hor raadi ma jirto qaramada midoobey la sheegayo dagaalka erey bixinta inagu inaynu adeegsana aad bay muhiim noogu tahay waxaa kaloo ka mid a calmaani ina ma lahaa soomaydana arag calmaani haddana cilmi wax allaale iyo wuxuu yahay aan kaala hadli karayn calmaani baan imi kunaya calmaani waa maxay fasludiin cali dowla in diinta iyo nolosha la kala saaro way waxay sheegtaa cilmiga halkii kaga qorantahay inuu diinta iyo nolosha loo kala saaro diintuna ay cilmi gaara ku leedahay noloshuna ay cilmi gaara ku leedahay miya jirtaa ilaahay subxaana watacaala cilmiga markuu ka hadlayey xataa waxaa jira culimada islaamka caadigaa qaar ku fasira cilmiga uu ilahay nabigu sal slam leeyahay malaa'ig baab allaha kuu kala fidinaysa albaabka jannada lagu sahlaya inuu yahay cilmiga shareecada waa khalad weeya ilaahay subxaana watacaala markuu cilmiga ka hadlayay muxuu yidhi waqul rabbi zidnii cilma miyaa la kala saara war wax liyahdo cilmi diini iyo maadi u jiraan ergaalaq cilmi kasta oo anfaca leh oo ummadda waxtaraya ajri xasanaad ba lagaga qorayaa laakiin maxaa ama meesha ajarkii xasanaadka meesha ka saaraya ama ajarkii xasanaadka meesha keenaya niyada markaan maanta dhakhtarnimo baranayo inaan dhakhtarnimo u baranayo hooyada uu rahlay kanaba inaan dhac kasiiyo qaro ajri xasanaad ku helaya cilmi ummadda anfacaya ma ahaanaya dembigeedaan leh laakiin marka maanta dhakhtarnimo u baranayo inaan hooyo soomaaliyeed isku dhiman inaan ummaddeeda wax ku taro ajar iyo xasanaadka ka wadaadka masaajka fadhiya uu leeyahay mid lamida baan ku leeyahay laanna waa cilmi ummadda anfacaya bal kitaabka liyaada alcilmi wa binaa ulumama doctor raaqib sarjaani wuxuu soo qaadanayaa uu gaadhsiinayaaba inuu leeyahay cilmiga maadiga laynoogu sheegay imika jaamacadaha lagu bartaa waa fardulkifaaya haddii maanta somaliland laga soo waayo ama soomaaliya oo dhan isku wada darshantaba laga soo waayo hal injineer oo guryaha samayn kara dhammaanta waynu ku dambaabaynaa buu leeyay waayo marka inagu guryaheena samaysan kari weyno iyo nooga marti noqonayna inay noo sameeyaan gaalo gaalna waa ku ilahay dhi walan tarda canka yahuudu wala nasaara markaas maydiin dhaca cilmi laha diin iyo maadi ma jiraan haddii layihahdo diinta iyo noloshaa la kala saarana diintu gebigeedaba waxa weyaan way of life way balaase ma soo aadna iminko manimi munaasabaddan haddii nahna balaase wadadaa loo maro gebigeedaba hala jaro xaggeenu soo mari lahay balaase wadooyinka loo maro hala jaro haddii lahahdo xaggeenu mari lahay
barnaamijka ma inaan nimaadnin soomaa guryaheena miska joogi lahay maxaa balaaseena keenay wadadaas highwayga ahay wanaagsan iyo tigahaynu soo raacnay iyo baabuurteenu soo maaha diinta lagu sheegaya waxa weeyaan way of life dariiqat alxayaa qaabkii iyo habkii loo noolaan lahaa markii odo habkii loo noolaan lahaa noloshiiha laga saaro maxaa soo hadhaya way qolada almaani anigu waxaanu bixiyey cilmi liid cilmigii bay yaseen oo khadka ka saaran cilmigii baa wuxuu noqday cilmigii baa waxay ka dhigan wax diinta ka soo horjeeda iyadoo haddana aynu ognahay war cilmi la tijaabiyey oo tijaabadii ka baxay oo saxiixa iyo nas diiniya oo ilaahay xaggiiska yimi oo saxiixay meel ay isku khilaafsan yihiin lama sheegin way caqlaaniyiinku layaado iyagana caqli liid baan iyagana u bixiyey labada eray bixinood anayga yimaadeen hadday naga soconayaan iyo haddii kaleba shalay waan berbera joogayna erey qurux badan baan ka maqlay weliba inan baan ka maqlay ereyga waxbaan soo yara hadal qada masaa dimuqraadiyad isagu tiri dimuqraadiyad maahay waa diin muqurin diin muqurin muqurintu waxa weyaan marka inta qof surka la qabtay biyo la quusiye maaragtay ciddii soo dabaalan jirtay baa garanaysee markii dabaasha lagu barayay walaalakaayo ka weyn uu ku barayay ee uu doonayay inaad ku dhiirata inaad biyaas ku tuurto inta lagu qabtaa lagu quusinaya muqurin baa la yahda waa diin muqurin dimuqraadiyadda lagu sheegaya waa maxay sidii diinta meesha looga saari lahaa dimuqraadiyadda la sheego dhan isku soo kabo hal meel oo qura ka eg dimuqraadiyaddu maxay ku salaysantahay waxay ku salaysan tahay in ummadda inteeda badani waxay go'aamiso la qaato ilaahay subxanahu watacala muxuu ina leeyahy walaakina akhara annaasi laa yaclamuun war ma aragtaan markiiba aayaddaasi dimuqraadiyaddu ka hor imanaysa ummadda weligeed ayaa maamuli jiray in yaroo kooban oo ah maxay ahlulxalli walcaqli barnaamijkii ahaa dagaalka eray bixinta intaasaan kusoo koobaya waxaana aan rajaynayaa weliba oo aan ku hanweynaa de waxaanu nahay reer burco reer burcona looga sheekeyn kari maayo awoodda nagu weyniba waa af waa hadal erey kasta oo maanta xagga gaaridiina gaga imaado hadda inuusan ahna bedela waxaa kana iska daayay hees dhan oo qaafiyad leh oo laxan leh oo midhole ayaynu bedelaayo hees kale oo qaafiyad leh oo laxan leh oo midhole oo tabteedii aanu ka dhigna imise jeer baaartan heeso oo kii lahaa ninkii loona jiray murqaan raggi heesaha kufsadeen ku jiraa imise jeer baaartan hees la kufsaday soo ma badna takhayal hees dhanu sugaan oo qaafiyad leh intaad bedeshaad ka dhigaysaa hees kale oo qaafiyad leh oo haddana laxankii lale ummaddeena halkaa maraysaa miyaynu awoodi weynaa erey federaal federaynta inaynu keenoo kale miyaynu awoodi waayeyna dimuqraadiyaddiin muqurin inaynu bixina miyaynu waayeyna carabta erey qurux badan bay sameeyeen beri dhoweyd waxaan lahaa safqatulqarn heshiiska qarniga soomadina anigu maalmadhexdaasa lahaa qudus baa lagu saaxayaa yuhuudda basqatulqarni bay bixiyeen candhufta qarniga basqa waa marka qof candhuf lagu tufo safqatulqarni basqatulqarn dagaalka eri bixintaa la yihahdaa ugu yaraan eeg imanka laga yaba inaad ka fikirayso maxay ina taraysaa imanka adi nahna dimuqraadiyadd waa diinmuqurin maxay ina taraysaa kolleyba dimuqraadiyad baa laynagu dhaqaya saa markaad u fikirayso ugu yaraan markaad tahaa diin muqurin ama dadkaad sidan ugu sheegto dadkii waxay fahmayaan waxaan inuu yahay waxun maanta haddaan hoyooyinkan iyo abyaashootinaan ku dhinaano dimuqraadiyad ma taqaana dee waa wax aadiyo laysku maamulay ku odhanaya maba fahamsanaba waxaan wuxuu yahay laakiin markaad ugu fasirto diin muqurin inuu yahay si wacan bay u fahmayaan intaasa aniga barnaamijkaygi iga dhan yahay qolada agaasinka barnaamijkuna uu inala joogaaye waxay isoo bandhigeen haddii cid su-aal i weydiinayso inaan ka aqbalo waanaan ka aqbalaya haddii cid su-aal i weydiinayso durba ka shaqeeya ayaa durjinay marka anagoo haddaan warbaahintan ahnay boqolkiiba boqol diinta islaamka dee adeerta kristanka anu dhexdhex kama noqon karo dee diinta islaamkana walaalkay taa uu sheegay isbuu wuxuu yihi anugu diinta islaamka ayaan taageersanay laakiin anagu boqolkiiba boqol saxaafad haddaan ahnay arrin kastoo dee meeshayna taala ka dhexdhexaad baan iminka magaalada haddaad aragtaan meel walba board baa lagu soo dhejiyey oo boardkaa lagu soo dhejiyey haddaad googleka calaamadihiisa ku baadhid waa calaamada aad iyo aad u fasahaada soo ma aha runtii anigu taa waan ka hirgaabinay dee walaalkay mala taasuu soo arkay waan filayaayo haddaanu shaqsiyan warbixinan beri ka diyaariyo jeelka ee ku xiga marka walaalkay bal aad baan aadanaa ku mahad celinayaa saxaafaddu anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol waa dhexdhexaad walaalka caa wuxuu yihi dhexdhexaadba maaha waxyaala fara badan baa jiro anaan dhexdhexaadka noqon diinta dhexdhexaadkama noqon karo anugu inaan diinta islaamka lagu dhalo ku dhashay baan ahay dalkayga somalilan inkastaa saxaafka soomaaliyeed sheegtay laakiin maanta haduu inayar muqdisho jooga wax ku soo idhaaha wallaahi bilaahi dee anu arkaysaan tifaacaya taa qudheeda dhexdhexaad kama noqon karayo laakiin arrimaha kale islaamka dee ugu weyn yahay dhexdhexaad kama noqon karayo oo dee anu diinta islaamkan haystaa marka walaalkay barcaa wuxuu inoo sheegayaa hagena la lahaado hadalkiiba farabadiyey saxaafadu dhexdhexaad umaah caawi yihi de anigu dhexdhexaad kama lihin rag iyo dumarku ha isdhex galaan waa runtiisa waxaa eeg su-aashan caawo dhan baadbaadayay baadbaadayay eeg anagu ereyga
قولك عاو ساشن ويديني بس حافظي لحد ما ده أنا كأجيني إنكستي وريال وويني حاجة ما يجي يجي يعني فري يعني هيا لفر بدنا عواد قا إنه قصة أرتي رك بدنا ما محن كبا غيرنا يور ككار يبان مركي أنا كارك لكن أنا إن شاء الله كأجت إن شاء الله قولك عادي أبو ما سنت هاي إنكستي مرة ما قاعد يدنا وش يجيبون في الأيام محمد وهرمك عيسى عادي لما سيدا شكتي صحفي بعد صحفيين تو قد أدير قبلك أنا أقول أن سوق هذا إحنا ما لنا يا وحنا هنيك قرية مدش تشوجا صحفة الشام عبد قلي كلية اللغة هاي وربعين تي الشام عدنا الشام اللي تقولي بالسين يربان سدح سنة اللي جنيه يرف في يرفورك من كتير صحفة من كل تشوجا وعي مين يرفعن وعي صحفة هذا الكاجو واحد كده واقصي هدي ما أنت عن هذا السنة هند ورد إسكير وكده واقضي مدح بنانا ده والله حرية تام عن هذا حبيبي ده حد كم تدحرك بس كبغيسة ورسوما واحد كده واقصي أخي إن وحياب بضن وهذا محل حد كاهن آني تشري مرة كل يوم صحافة ده محل حد يا مشرتو معناه ده ما هي إفرتين صحافة ده على بين تشرته معناه ده ما لكن سيد مجمل كي جود لولا ندى أدون كصحافة ده محل حد كمان halkan bariga maana walba beelood ba iskuulaya Soomaa suurgal miyey tii anigu wariyay Soomaaliyeeda in aan labada beelood mid garab ka saara amaaya amaaya waayo dadnimo maaha diin la diin lahaan maaha shakhsiyad wax ka samaca tiifiga magaciisa kulumay Soomaa walaal ma oran karaa dad taas oo kale dhaxdhaxaad kama aha saxaafad laakiin marka aad diintaada dhaxdhaxaad ka ahayn dalkaagina dhaxdhaxaad ka ahayn even xataa Soomaaliland ma joogno دي واحد شريت تي في معارض كل شيء جاني تي في محافظ كل شيء جاني تي في دورة كده بشقية تي في دورة بشقية وعلى يعني حاد بين وران أمي متكلم كوكو دار تي في بدوش قصص وما سنك هلك واحد وقت لمتها واحد أجاسن تي في وصوص وحقوق رأي ناس شكتوا إيرين هذا كده إيرين هذا كده مين مورين كتير كده على حاد بان يعني أنا هو تدا على حاتي ومشي أنا ولا كي يوتيوب كنال بان لا يهاي وح الله لي واحد دوران كشيء ولا تي في ولا دورة ولا عندك حشوة دانشري وحلا لي واحد مهم أركون كشيء ولا المفهنت مركا ليس صحافت دحدحال هذا ما جرتو معني وحويا ورصحافت فكرك امن سنتهي دحدحات كان ما جرتو تسانا نسينا تي في قرنك تي في له سو ما جرو ودنك استولي واحد دولتك سو جرد مي ورن كرا واحد دولتك سو بخ مي ورن كرا معني وحين صحافت دحدحال ما كو كلا مدح بنان كا دولت دار كو كلا مدح بنان صحافت مدح بنان ما نسوي دهدان دحدحات ما اما دولتي ساريين اما دولتي جودي لما ضاح كده حيبلو لجين سوارك بالتي في سوق ليه اللي ترى يا أما وري سوق ليه اللي ترى يا دنت أو مدة يسدي دورد هو دي واحد يكون عكس انتهى يدنت أو مدة سدي دورد ويا سسية واحد يكون انتهى تي في سوق ليه اللي ترى يمد وري جين عركتين وري سوق ليه اللي ترى يمد عركتين وري هو نقب حديث سوق حساب تما تي في هو نقر شكل سوق حساب تما هاد بالك اللي بدأ كيرين هو السماء سوي مقول أكيد كم الواجب بدنا ينسمع لنا وما كله هذا كرام سوي مثلا تي في مرة بالحرة وحن قبى سؤال كذي اللي متعني صحافة السمالي جناس بيو فرونت هدي أوب Somalia ay war ku siiso $100 budlaan ka tokno dollar ay ku siiso shan maalmo oo la yiraa xiro oo dibtana soo saaray oo qaadamay in markii boo ku dawladda iska ku dhawaaqday oranaya marka walaalkay saxaafad uu kula jooga waana ku celinaya marabad oo saxaafad leh aad aad ma jirto indhihiina aan idin macallin ima waa mucaarid oo dawladdu saaray ima waa muxafid oo dawladdu jooday waxana saxaafadu ay gudbisaa fikirka ag TV ga isagu isma maamulo wala maamulo Soomaa cid baa maamusha cidda maamusha fikirki aaminsan tahay ayuu فري سوشيال انك تشوابي ان هل ميد بايها دي غير على هذا حريه القول وانا العب رياضي ولكن لكن سؤال بودين يم حلو عبر يا مدحوين سو سونا يا مركان كشيكيو انا هذا لقت لي سالي اسلام يم حلو نشر احمد لانغري مسامح لي هذا موسى هندرا مركان مدحدي ان سدا ولا هذا انيغو وريي سومااليت شيغان ايو ادونك الى هدن سومااليت جوفت داون سان هذا موسى هندرا الا يحل حق من يقول لي قودين يحرين حق من يقول لي عبر انت شيخ سوا محي حريت القرآن كان يشجع وتها وريوه حدونا يا يفعل ما يشاء فرد ودونه نقرأ عندنا أنا لهذا تحسن الدعم يسوع خذ منا نكون الحير صحافة الذي ما دام صحافة لا قلي صحافة وسد حير مدون بيكون شقيسة سد هذا حير لبك من هذه مرتو ومدونه ويدنتا دولة دونه ويدنتا متك مدون بوحكوها يا جان هذه دولة دو أي كأت كاتو صحافة دو وضع عبرسو أو صحافة دو أي ماشة كبحدو لما نحقوق دو مدو ماشة ويكبحدو وايو oday gabeere lagu dirbaaxay islaanta lagu dulmiyo la saanood labada biyo soo sheegay saxaafad hadii saxaafadii dawladdu gacanta ku dhigto
meesha way ka baxayaan xuquuqdii dadka oo dhan. Tusaale noola waa idin siinayaa, Soomaali galbeedse walaalahan maaha. Cabdi ilay markuu haystay qof dhaanto saaloho muruqansan muyi mid qof kale arki jirta. Soo horumar iyo umaydina noqonna heer marayaan. Maalintii saal lagu kacay maxaa soo baxay? Soo midinaan dhegeysan xalqadaha laga sameeyey jeel ogaadeen. Soo madaxweyne kama weynaan. Maxaa sababay? La'aanna dowladda ka adkaatay saxaafadda. Kaas waa meel. Dhanka kale, haddii saxaafaddu ay ka adkaato dowladda maxaa dhacaya? Dowladdaas miyuu dumaysaa? Haddii saxaafaddu ay dowladda ka adkaato, waayo meel walba waxaa taagan wariye yaro kamarada taagano. Markuu wax kaloo dowladdu ku caayo waayo, sida madaxweynuhu u soconayo caayay, koorku xulan yahay wax ka sheegay. Dowladdii maxay ku khasbanaanaysaa inay kamaradda iska eegto? Inay kamaradda iska eegto. Dowladdaasna akhirka u dumaysaa. Ugu yaraan xataa dadka agtoodii imanka. Tusaale nooloo taariikhu ina siinayso. Cusmaan ibn Cafaan lama dilin. Dilkiisu waxa uu ka soo bilaabmay. ninkii oran jiray Cabdulaahi ibn Musab ee yuhuudiga ahaa islaamka iska dhigayey markii hore gobollada islaamka dhan buu maray. Gobol kasta waxa uu gelinayay fikra cusmaan inuu wuxuu samaynayo markuu burcay maado muxuu lahaa. waar idinku reer burcu fiicantiin gobolka hargeysa la oran jiray. sila cusmaan wuu baabiyey. raascanid buu tagayaa baaba war nimcad ku jirtaan. burcu waa idin diis. gobolladii oo suudaankii islaamka khaliifkii islaamka u hayaa xoogaa xurgufa ayaa markii dambe fidnadu dhacday. dawasi lagu kacay. ma fahanta walaal. maxaa sababay in khaliifa cusmaan ibn cafaan la dilo oo madiinta lagu dhex maado lagu dilo niman masar ka yimaada ay dilaan leanna ceebo badan baa mujtamaca loo dhex geliyay marka maalin walba dowladeenna aynu wax ka sheegno waa caynka musuqmaasuqii sameeyey sidana yidhaahdeen iyagoo sameeyey xataa aynu cayno cayunu la taagnaano innaga dhagteena anay xataa qiimo ku yeelan in cid kaloo dibadaadaayo hadhowna xodhana maalan ictiraaf waa innagan qiimo uhayn soomaalina labada qodob ma fahanteen xeerka qura ee saxaafaddu ay ku shaqayn kartaa waxa weeyaan wariyuhu inaanu sheegin war marka maxkamadda soo taago aanu cadiintiisahayn o dhan intaasaa caddayna yacni almas-uuliyad ijtimaaciya dowladdu inaanay wariyaha caburin meel kala dhowmaan idin ka tusaya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu walaalkiisu saxaafi ma tihi caawa warka garawa lagaaga soo diro miyaad odhanaysaa warkii inuu xaqiiqa yahay in kalaan eegaya dimyaad u celinaysaa wariyihii bima anna wariyuhu soo diray sidiisa usii diinaysaa sabo maaha aayad dhan oo qur-aana baad jabisay in jaa'akum faasiqun binaba'in war hadduu idin yimaado nuucu doono ha ahaadee fatabayanuu iska hubiya dhexdhexaad ma noqonaysaa markaa dhexdhexaadnimadu maaha keliya warka garowa laga soo diriyo warka hargeysa laga soo diriyo labadaba inaad gudbisa maaha dhexdhexaadnimada waxaa ka ukaa waxaan inuu xaqiiqa yahay marka koowaad kafiliga su-aashaa inaan si ku haboon uga jawaabay way waa la farabatay yaa daawaday muuqaal aan ka sameeyey qaab dagaalanka qarniga 20-aad maasha allah caleyk walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey inaanay jirin maanta meel uu jihaadi nooga muuqda cilmigeenna fiquguna wuxuu dhigayaa hadduu fiirsada haddii dhulka islaamka ay gaaladu hal taako taa kasoo garan mayno taa kasoo garan mayno hal taako kusoo xadgudbaan wajib aljihaad halkaa imika in ma ku fadhinaa dhammaantiin jihaad baynu ugu waajib aakhrina waa laynuweydiinaya war cad soo maaha ama si ay dhaa fadhida ama cid kalaa fadhido warkaas macadi diinteennu waxay dhigaysaa haddii gaaladu ay dhulka islaamka hal taako kusoo xadgudubto wajib aljihaad soomaali galbeed ma laga haystaa in yaro kristan xabashii ma kaa haystaa ma kaa haystaa dee ma been ba soomaali koonfureed ma laga haystaa kenyan san weyne ma kaa haystaa ma been ba taa ka daaye boqolaal kilomitir ma laga haystaa jihaad ma waajib ma waajib wey jihaad horta waa inagu waajib halkaa iyada inoo dhigay mid baa haddaba muhima war jihaadka keebaynu tamar u haynaa keebaase ugu mudana aynu maanta geli karnaa maaha maanta meel jihaad laga galayno ma muuqul ma aha wey anigu waxaan aaminsanay maanta hubka ugu saamaynta badan habeenka maalin lagaga dhigo maalinkana habeen lagaga dhigo wixii la waalayo lagu waalo wixii la hagaajiray inuu lagu hagaajiya inuu yahay kamarada inay horta la saxaafada wardaalka baan kuliyadda luuqadaha iyo warbaahinta u bartay waxaan aaminsanay jihaadka maanta ugu weynan inuu yahay saxaafadda meel dhowaan ka tusaya soo ma jiraan dhalinyaro soomaaliyeed oo la khaldaba meelaha facebook ka boqdaan dhowr jeer horena idiin tilmaamo ma inta loo yimo qorya lagu qabta lagu diinta ka baxa xaggaa loo soo mara saxaafad duulaanka ugu weyn maanta halkuu inagaga socdaa saxaafad adduunka maxaa marka soomaalida la sawirayo maxaa la sawiraa fooqaqa quruxda badan iyo guryahan qurux badan lama sawiro waxaa la sawiraa dagaal gaajo dad silcaya qarax iyo rabish waxaan aaminsanay markaa maanta jihaadka ugu weyn inaynu ku geli karno saxaafadda oo dadkeenan horta aynu ku baraarujin karno in wax badan inaga maqan yihiin kaasina waa qaabka jihaadku waajibay zakir naagna waan kaaga warramaya walaalkay caawa soo habeen maaha haddii ay burco ka dhashaan koox jihaadiyiina
oo ilaahay dirtii u dagaalamaya oo dan kale ka maran dan adduun iyo dan kale ka maran oo jihaadkii nabi maxamed geli jiray gelaya qofka koowaad ee dhiiri gelinaya waa anig haddii dowladdu igu qabsatana ahmiyad siin maayo weligeedba dowladuhu diinta ma jecla inuu ka soo horjeedo zaakirnaka maxaa lagu haystaa qof jihaad xaqa ku taagan buu dhowrood waad wadaay wad wanaagsantii a wad